بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل له بقول سيد التناد كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين قوس وجري وحينودن بباب كحرمة مكة يين الله قال إن ديك لو دات شو لقى وقعد صدو جيده هذا الله قرام الله شره أن الله قاله وحينودن بحديث كياب شريح العدوي وحينودن بيجي العدوي إن لا يده هذا الله نسبة ربنا عدي ومرن باكو شراء مركنيكا وحلوج ينو يا سحابي ربنا خزعة ربنا عدي وقرشنا وش شغل كل هاي مرعانكو يا أبي شريح الكعبي الخزاعي إن لا يده هذا العدو جاس مركوا وهم ببعض أهل علمة الماميان وذا دنو حليهن أصور ربنا خزعة وحدعي كرتا إنه حليف لاها ربنا عدي وقرشيين وقيسكو كذا شيء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تناوى دعي كرتا حديث كاس بحالي نودن ببحثيسي خلاصي سنو حي أهيد مركي سيدنا معاوية ودنتي رضي الله تعالى عنه ويلكيس يزيد معاوية أيو أبغى عابي إنه خليفة نقدم من بعد ياسا قداشين ومضت أطليه أنتم نولانا تدخل بيع أو قادة شيء وهؤلاء سيوجي هاي ومضى لوبان دقي بيع هاي نندي ذي إني يا ليبا وولادي يأمردي بلاد شوكتي أقاليمتا فرين تاس ومركا معاوي أدريي وأسوق النول باب بعد الله قال هيبا الله لها وولي العهد أنتم أمير كنولي هاي مرقو خليفة دنتنا وحن نقول يا أمضى إنك أطلين لا أوش أمرك ضد بعض بكبي جديدي صحابة وعلى عدا وحاكمها حسين بن علي بن أبي طالب وحاكمها عبد الله بن عمر وحاكمها عبد الله بن الزبير وحاكمها عبد الرحمن بن بكر الصديق وحاكمها رقبا بكشري وأوش إن ملحوينه النول عتك الله مجا عابه أول إذا أصدق خليفة من بعده ولبهدان لقد جو دخل باش لقد جو مدحوينه ويلكي سلام مقعابو أدب سلف وأغمر من الديدين في ذنك عرم بين مركز دمبر إسكا وقلادين أما عبد الرحمن بكر الصديق أسوه ويلكي ما وقلان معاونه وكديدي ميل والبير ربنا ميكشيغا أن هرقلية أن هي أبو أرن جري هوشر هرقلية النصارى إسمين جري مركو مد انتبه إن ويلكي سوه ورجيو كلما هلك قيصر خلفه قيصر توريث لأبائهم وأبنائهم هوشا ميل إن أرن جري لكن وحي كبت بادين ربنا همي عبد الرحمن بكر الصديق وحودن تي معاوية النولبة معاوية النول هوا شوذا وويل كي أقلاده بعقادة كهية أيو جريود عبد الله بن عمر نوودي ذن وبعقله أنتم نولا معاوي مركم معاوية دن تي ويزيد أي ربنهم يا مجاعبين ومض بدنا تاجر تي أسوق بيع وقلي وحودي دنا مدحوينه النول عدك لأن لسيع على مسارو دي دنا توريد كان وادي دنا لكن مركو دنتي واسكا وقلاد وايه لما كل عدادي وامير كي جوغي مدينة وعدادي مروان اما هنقضو اما كي كالي مركو رب مركو دنبي من هنقضي عمر بن سعيد وهدى انو مريني حالا ان مريني وحاسوها راي عبد الله بن الزبير ايو حسين بن علي حسين مركي ايوقع عن هذين راي عراق وكي دحلة اللي قد لي وعبيد الله بن زياد قد له حاجتك وادوكتين عبد الله هنا عبد الله بن الزبير هنا أصبح أنتم نولا معاوي أنتم نولا خليفة أنا هم أورنين هاوشا بيع عذاء وبعد معاوية إن يزيد خليفة لقدو جديدنا وحكلو جديدنا ما حوينه النول بإن أحد كلا بيع الله قل ولا أحد الله سامي باش التوريث لقديه أيوة ربنا ومركا كم حابسين جرو أورنجري أبو بكر بخليفة وسمايستي عمرنا خليفة وسمايستي عثماننا وحاوي قداشي شورا لقلو علي بالدورتي وركاسي أخري جرين عبد الرحمن بكر بعد قدود حورن جري ونمخ أخري من باتين أبو بكر هدوخ خليف مقعابي منين ريبن يتيمو مقعاب مويل كيسو مقعابي طيب عمر هدوخ عيد مقعابي لحشور انتو صوصار ويلا مضى أطليين منين ريبن عديو مقعابي عبد الله بن عمر بمقعابي ورباشن بينتا دحالك طريقات النصارى تقوى الدان ومدى كدائي حورن جري مدن طلبيس كداية هذا محاسك خزية معاوي ويلكيسون وخليفة كدقية سيدنا أبو بكر إنه مد ومقعابه عمر محاسك خزية عمرنا ومد اللح ودورته اللح ذي الناسي وحيك خير بدن متشري إسكا سوصارا إنكم مد وطلين لها
هل إنه ربنا عدينا كم أجرين نينكي سعيد بن زيد ويقول قرباها إن حكوا يلي تراضى أم بوحكة وقانا يا موييني مما قعابي كرتان شورضة وحكوا درى الله تشهد لكن لقام أرده كرة ابن عمرنا قوب جو كان نقضه وقديد مرقب باشا دحل تويدة بقر تويدة سيد النصارى دي قالة وكلا لقمه الرينين سيدنا معاوي ربنا ومير لقن حون إلي مادين ومسلمين تبابيه بها دبك كرد عينا وكان هذا لغو بابا يحرم كي مكي لغو برنا يستحرمي يسو لغو بابا شو مدى لغو بابيه وحامرك أودن بيون ربنا إنا نمبران وشتن كليا نبقى عليه الصلاة والسلام حديث كادا إنو مرة إنايا حديث أبي شريح العدوي يا حديث كوه الرئيسيبا يكو عاوى إنو مرة دون نبا وحيكها الله إيان وحي مكا ميلان هين كوبانانا مكا كوما بانانا وتلبيس كوسميي الأشدق نينك واحد لوغو بحال نسو الشيخ نين أفتان أفوين بابا يدهين لكن زحماء سيد صاحبك وحاوي حلو كاها أميركا كاها مدينو أيو ما أنتم منبر النبي محمد فولي آت سيدنا علي وعاي وكحد قدبي أبو التراب أبو الحسن أيو آت وعاي أفلقات دي سادو منبر كو قد دقيبا أفكا مروري وسون نقوم ويسير بالله يلي والا قبي والا وذي سعون ويدي هذا مركو عبد الله نزور كو ورية مكة كو ورية كعبد الدقية بابي مركو سون نقوم وحير كدبنا ودنت سعون بولي ودنت أو عبد الملك باكبقي نين دي بلان بو نين كان عمرو سعيد وجبار وعنيد ودقاليهان أو كارتولا أو جيسيا ويل نين دائرنا ما هاي عبد الملك ونين دي بلان هاي وحو دري من نين كهدون ولاده إنه سن مردن بأسوه هوي سنين هوش ريم بروان وسن هوي سنين ودي الحيل وكد لي لكن سعون بوردنت نين كامرك التلبيس كو كسن محو يري سيدنا شريح أبو شريح اللي عد الأخزاعي محكو يقولي ورد إن أض مكوير رتؤد كدوش ما بنانو دجال الله أتكو قادوا حاران نبي كان كم مغلي قصة الدعائي يا سكر يجر رب الخزاع قبصتي يحال كسودها أبو أشرحي محكو جواب وحكو جوابي مكة من نبت قرين يسو نلقو يا شيء حق واجبة لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخربة خربا عطاوا الله آخرية نندق رقبة أما ديك انتو صوق لكسو عري حرمك أما تلدي يطاعد المسلمين تكبحي مبت بادن يسو إذن تلبيس بالسمي محوكا الله يسيد أبو شريح وحوكا الله ما كان دقال وقع أن يسم بناني ولي قيدنا ما بنانانين إلى قيام ساعنا بنانان ميسو نبي محمد وحالله في صحي هل ساعة ساعة من نهار ساعة من نهارنا حديث رواية أحمد با تحديدي سي من طلوع الشمس إلى العصر بي أهيد وأقب برقي إلى عصر لقى قار هاي انت أصلا نبي الله في صحيح وكود دقال لمو عصر كمركو تكد نبي وحوله هلا شوشيو دقالك تقالك هل لتشوشيو أحد نبول لديري كلام متشيرو إلا بني خزاعة برهي بني خزاعة وفي بني بكر بقوفة صحيحة قرح لك أنا عيسو ويحي كده من نبي واجوشي مرك ساعة داسة يا هيد إذن مكو هدي اللي قد دي لكران إنك حق لقو يا شيء أسوان واحد ديما مكة أنك قيسنين الحرم المكي أسوان ديب قيسنين نينك انتو بنان كان ديب كسو سمي كسو عري هدي اللي قد حدي لكرو oo nin walba meesha magan gala la soo qaban kara hadii xaq lagu leeyo halka lagu dili karo ama xad laga oofin karo ama lagu qisaasan karo ama ninki dawladda ku gacan saaray meesha lagu dili karo ma ka maxay kaga duwantay bilaadi kale marka salaas faama ma ka waxa reeban waxa way wixii banaana magaalooyinka wixii ku banaaraba ma kaan loo galay ninki xaq ka qaba soo ma banayn lagu dili madina waa banaaya إن لقود إلى بحرين العراق ملك السين لقود قصاص تاب بنانات مكو شيء بنانا حلاشة مواجب في غيرها أي النبي ممنوعي عليه الصلاة والسلام نينك انتوس ومن دخل وكان آمنا وينك انتو دم بسوق لو كسو عرارة أي هذا نحن لنا أن دم بيدي كداد إن حرم كمك جاء إن لقود حد لما بنانو وتنبي قد يدنيا أولي إلى قيام ساعة لما وقلو كفارة ملك استوي شوغان هي والولد دغالمي لكن نبي يقول انه كلاد دغالمي حرم المكي فصح قوني وبهضي
آية القرآن كآية فقتل المشركين حيث وجدتهم ما أنفعن إن أتفانتان بل روح لك الله قالوا ذو ميلك استالوا قلت دقال لأمون كاه إلا في دقال لكم قادي كور حرم المكة يقول تشوغا إلا إن لهلو إذن خاصة فصح خاص أو تنبغ اللي سيئة ساعة من نهار وأنا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أحد دنبوك كد ينكر لا أبو بكر ولا عمر ولا غيره أما النبي قال لم يضع يرنكر أما فصح النبي اللي سيئة أنا إيتاقا أرنكر النبي قال ديذي فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم رواية أحمد وحيد فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي فقولوا له فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس إذا وخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام محل قال الله يا بلادك لو حكوب بنانا وأحد لقصاص تا أمانين بقر قبل الصوق قبتا ومشى اللي قد لا مكوي كعاقنت هاي نجي حق هاقب هالك هاقلا وحاون كفرا كليا انتي اللي قدوميو ونقالها اللي قدوميو وصلانت اللي قدوميو ونقبتين قال اللي وصل مكي نفط قبطو أصوك إنو يحلق يا بنانك وصوب ومالها اللي قويديستو حرام قد حيث لكم الطابة وبه قال الصحابة ولا مخالف له وركم مالكية شافعية أخريان إسكدايا وأمر مخالف للسنة أحاديث الصريحة خلاف سيهن ما كان كلام مدقين بلادك لا الصواب وقول الحنفية والحنابلة وإسحاق سيدي قوان باصح وأنا قول الصحابة بلا مخالف أفر صحابة إسكدايا بالتقي ابن عمر شن ابن عمر عمر ابن عباس أبو شريح العدوي إيوه عبد الله بن الزبير معي قبال عمر وحورنجري إلهي بان كل دارتي آباه خطاب كيدي لي هدانا كعبادة اسكوكون نماذية حرمك مطابتين بورنجري إن أنطابتان إمام بنام وقاتل الخطاب كان نمحوك لي ولا فارا إن الحرم لا يعود عاسي ولا فارا بدم عمر باي وحوليه آباه خطاب كيدي لي هذا حرم المكي اسكوكون نماذنه مطابتين مقصد كنا وحوي الشريعة ذينه حرمذي مكي حرم كقولها إني كردسين مويه وحبك ما سدمن في الجاهلية عرب محيا هاي أبوه كيد لي حلوه كيم مردو جاي كيم مقدرة يسكون حلين من تقولك وجه سدرتي يا حرم كجودي سماي سنتامن شر مركو كبحهم بيسوق شر حرمذي أي حرم كلها أم كلها قبل الإسلام إسلام كم كرديين مسوحبو كنا قصو كدمان مركو سعد بن عبادة أوي لمانك فتح مكة ما أنت ومانك مكة الله بنيسان لها نبي قال الله كذب سعد بور نبي قبيان بور شيري بل هو يوم تعظيم مكة وتعظيم حرمات الله اسكيل عليه وشا أيضا وركان مركو أولي من ذنك أميركا وتأويل فاسدة وأنا تخصيص للنص العام من غير دليل هدي أن تأويلك لو سنكبت بينه كفر ونقول لها مجرد اسكيل عليه وحلو تكفيري أصغي رجل متك بنايسي غير بنايستين حرموين كمكائي يا صحابة فضايستين سيدي حجاجي عبد الملك رجل لميتك هاوش أمرك أخوة الطمانة إذن حرمتي مكة حباس كما دي من إلا كريم في الشريعة الإسلامية وحاد النبي قد ديدين هاينا ووحي بلادك لكو بنانا محايا إلي ضدك إن ظلم اللي قد لما بنانا في المدينة وفي غيرها إن معاسية ظلم الغصم بلاد إله مي بناني ما بناني محاب بلاد إلهي كلا كبنانا وحكبنانا شيء واجب كي حق أنا أبسط هذا ما كهدي حق والبول لسكوي يا شلون رح أفسنوي محاب بلاد كلا كيد وانت أحبك كم دون وين اللي سلفه مسألة لقى الله إذا ما كوا حار يا بن أو لقى عاجين هاي أو لا أقلين وحي واجب أها أما كبنانا في غيرها وأنا من خصائصها نبي أنا كدق عليه الصلاة والسلام إن أنا شيء إلهي بنا كدق معروف إن سيدنا الله فمرك يسمرك ورفاس يدون مع الله يوم وهي يعني لقوا خلدامي حدثني زيد بن حرب بن عبيد الله بن سعيد اللي يشكر جميعا عن الوليد قال الزهري وحوري في حديثه سومك وتمين حدثنا الوليد المسلم حدثنا الأوزاعي صحابة عن ذي الشيء عبد الله بن عمر بن ذي الشيء وأصنع أورنجري إلهي بن كرد ارتقات العمر هذو يقصر بحق الحرم المكي إن أنطبت إما بنانه وقاتل عمر أمير المؤمنين مجوسي قد لي أبو اللؤلؤ وأتقرنيس هل كذا سكوا رمان دينان دي الإمام بنان أبو رنجر وخصائص مكة عبد الله بن زبير بسيدة السمين جر
نين حدلو نين انتو نين سود لي سو عري حرمك سو غلي ايو انتو قبطي او بخيي يو بنانك لو حل حل لو قساست ابن عباس با كون نقدي واخذ لنتيو ابدا هو مغان قال لما تابن كرو حي ان ادغودو مس هو وافق مرك دم عمران بن زبير ابن عباس با سيده كل اورنجري ابن عباس ورجع حديثه ورين دونا ابن عمر عمر الخطاب ابن عباس عبد الله بن الزبير يا صحابي انا هذا مريسين اها ابو شريح العدوي او الخزاعي الكعبي فينضوا نسومبرين صادرت مركم هل كان تعليق ابن حزم هذا في عنبو ليه مركم مريين ان كان حديث كيس او كان يؤاد النقدي يحور لا كرامه للطيم الشيطان لطيم الشيطان كان يقناه ولا لمن ولاه الفاسق يزيد يزن معاوية فاسق أسكن ثلاثة ودي بيا أسكن وركض مع يوح لمتك عرضتك وكدك بحث دير بولي وحافظك حتى وكج رابي سوق قيم بدنيه أتكلم كرتن كتاب الحدود ليش قدام بيسا حدود من لقوا أوف سنكرة في الحرم المكي وبحث دير كأنه يأذو قيم بدن مالكي شافعي وقص لو يحول المرك إلا بس حابين مال مرا أركان أما سحابين مال مرا أركان وخلافين أي وياهم وإجماع بيجي هذا بول شن صحابان هينا ولا مخالف لهم إجماع محيو قرن مرا هيان بول وأيهم مك كدك هيا كل بلاد وسيدا مدينة عراق يبصر لغو أفصان حدود قصاصته أيها كان لغو أفصان ولا تعيد عاصيا وركي أشدق بين مرين وحي تقليدين بوري أفسق خلق الله وأفجره بي تقليدين وأيها يدين لغور هديهوش أيضا مرقى بحثي قاسنا آخرية دم الله. قال الزور حوري في حديث حدث الوليد المسلم القرشي حدثنا الأوزاع عبد الرحمن عمر حدثني يحيى بن كثير الطائي حدثنا أبو سلمة وهو من عبد الرحمن بن عوف الزهري حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسول الله إله مركو أفر الرسول كيس مكة أفري قام في الناس ضدك قد حجوا النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله إلهي أبو كمها شيء وأثنى عليه وفلا أمنوا أمانت بالركادية ثم قال كذب حور النبي إن الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل إلهي بأمك كحبس وكح النبي الفيل أي أهل الفيل وليهم مرودقة وطير حبشية دي أبري عيدان كيزي يكسو دولا مكاين أي باب إيان أي إله كحنبي أصغو إلى لنا حرمضة مكا إلى لنا إما لك قدعو إن الله حبس عن مكة الفيل أي أصحاب الفيل أهل الفيل بكحنبي وسلط عليها إله حكسا لذو أفصحي رسوله رسول كيزي والمؤمنين إذا مركا إله سبحانه وتعالى ودفاع يمكو لمن كدقنا وقال مشركينه كو كسو دول هيا انا كدين في عن وفرصد هذا ابرهي عيدين كسو النصارى يا هاي نصارى يا هاي نصارى اصل خذ المشركين معها شركه وقذال بو كغيم وطاري فيهم كل يهود يهودي النصارى اصل خذ اهل التوحيد بيا هاي مركي احبار توضي الربان تو كو غلوين وكو حد قدوني ان ترارين بشركه كو يمد اصل خذ مركو اهل التوحيد صدرت بقران كالقاده مشركين تعربيد يواك القاده أهل كتابك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين على هذا ولا كالدوية هاي الأشر شرك وطاري فيهم أصلكم أهي نصارى هاي مرك حبشي يا أبرا نصارى هاي مكا يكسو الدولين كو دقنا ومشركين أيوه إله غيرك عابده وأصنام أقبح عن حرمك يبيتك إلهي ومع ذلك والد الدفاعي إذا الذي دين هاي إن حرمضا مكمل لك قدر عامديك القضادي نفس القضية فصح يركي الرخصه يرتي من خصائص الرسول مويني مكه وحاوي ديق حق يميت باطل من لغ مضادين كرو نيكو كسو عارن لما اقمر كرو سيكلي حيلات كلي ان لو لبخ مويني لغ ما دحتابن كرو لغ ما ظلمي كرو لغ ما دلي كرو لغ ما دباتين كرو حدود لغ ما وفن كرو لا قصاص ولا غير كيد ونسك ظاهر كسو سدا وانا قول الصحابه بلا خلاف وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها أيده لن تحل لأحد كان قبلي وما بنانين من أحد يقول الرياني رواية حديث عند أحمدنا ولن تحل لأحد من بعدي أحد يقدم بين أبنان ميسو أحد يقول رياني الله ما بنانين نكيد هذا مركا النقوة أنه بنان تين عندي غارك قد هذا نوام محمد حديدي هاي هذا كنا بيقول بيني لي ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام ولو تأولا وإنا أحلت لي وحلي بني ساعة من النهار من طلوع الشمس إلى العصر بيأهيد وإنها لن تحل لأحد بعدي أحد يقدم بين أبنا ميسو
مر هذا السيد أتاي دي جبسة ماها دي جبسة ما هي وحوي فلا ينفر سيدها وعاد إذا لما في جل لما كعي وعاد إذا تنفير نف وعاد وسكه حرسان أسي عدود دي إنك عيسوت كأردود كان حسن لما أقوله وحارن كبير من الكبائر نف كأسجد عرزادو أنتم ملك دعشمان والقوله دي جيس وضحين نف جيل الوجود والله بالوجود وعري بالوجود نف غربس أنتم لاقيه جزاء سيد بلغاربا فلا ينفر سيدها ولا يقتل لما قويه شوكها قضح ذا جيتك قضحها لما قوره كي نعف قال اسكبت ده قضح ذا مع حي لمكة جيدها قضحها لكبتنا قلول كيو قرع ايو جيدها ايا كبتنا بلعن كيو حسا كيال هذا هو نمات قرزيل لو قرهي وحبا أركي مجزام ولا يقتل لما قوستو لما قوره شوكها قضح ذا جيتك قضحها ولا تحل مبنا ساقطتها دعذا ذا بايدا دعذا يتالان لما 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 بنا إلا قادو إلا لمنشد نية هذين يا أما هاي بارني وبافنا يا موي أنت أكذب خطبة أنا وخطبة أنا بقول كذي رورت الدنبة ربني خزع أحد قد بيني الدليل نينك ربني بكر أي دليل أم ربني ليت أم ربو ذيل ومن قتل له قاتل نينك أحد لقدله فهو بخير النظرين لبضى مؤمد أوان أكسن بوليه لبا أرهمت بك لدورنا ومن قتل له قتيل أي مقتول إنك أحد لقدله فهو بخير النظرين لبضى مؤمد أكسن بوليه إما أن يفدى إما لحفرش الله سيوه مقل سيوه يفدى أي مق إنه قاتل بقول هذا جيلة فرط لك السار وإما أن يقتل إن لدله قصاصة إنك سدلي فقال عباس بن عبد المطلب وحيري إلا الإذخر يا رسول الله إلا الإذخر يعني معنى وتخسير بخجرة اختصار تلخيص هذا الدير بنبي محمد وحيري هيمكو كما مار مكران جيتك إذخر كالليل هذا عوز كان كما مار مكران محين أغا مار مكرين قريه يكو لستان ضبك يكو شيطان حباله يكو ميت يكو حباشان وحوشا وقبان كرو عوز كان هين نمجر طيب وعوس ما ككبح الجري إذخركو واجد دمر وحلقو الشيء مغرب مرو كمل كميت إن لقيه لي ما دني يو نربدين أنكم بس كذي متشنن ما وكده وين جاي قد كثير حق بدن ويكلا ما دار ما دني أما نربدين فإنها فإننا نقول فإن نجعله في قبور أو بيوت إلا الإذخر المسو بدن مركو كان نبغي وش شيء إن باه أي شرط كدي منا نبغي حوله إلا الإذخر مرك إنه سور ريبه من حيث المعنى أياد مدى عباس لكن نبي عليه الصلاة والسلام سور ريبه حقيقة أصول عدد مبوشك فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا وحان قل إنه يا الله إذغرك في قبورنا حبالها النقا حبالها مرك نروح إيل دونون حباله لو بدي يدقيح دلدلول كذيماشي دحا يبان كل عفنا الكاسون كل عبنا ديك لي حباشا يقاقي ميس وبيوتنا قلنا وكل سنة وسنقاف قران سارنا فقال رسول الله إلى الإذخرة فقام أبو شاه باستقل صحابي قاس رجل من أهل يمن وأبو شاه نوانت رأي يمنات فقال وحجر صحابي اكتبوا لي يا رسول الله رسولك لا يقرأ خطبة خطبة آد بأقيم البضان تهاي هل لا يقرأ دشك مقا وانكر هل لا يقرأ فقال رسول الله اكتبوا لي أبي شاه اقرأ حديث كان أبو شاه حديث قيبته وحكو جرته إن يبنانت حديث إلا الديوان قال الله قرأ نهي وهرية النبي عليه الصلاة والسلام حديث بان باكو تيمد عمرنا وديد الجري إن أحاديث اللقوره إذن محلو ديدي لما معنى الله شيئا معنى قرية آد وغمر مو وبير عن بارياني لكن أنا اسكا شيئا معنى هكو بدو حاوي وحالك بقي أحاديث إن عمد قاركو أي كقد متو قرانك تذكر هميقي إن أما إن دير قرد كاين أن قوتها بدن لهين حديث قرتان لغب بالله قرآن كنوا قرية مصائب وكقرية ورقية قربية إذين وكقرية هاي إن قرآن كحديث كذا خلدمه ويكل قرآن ويان والحديث كقرآن كذا كان قرآن كحديث كذا كان بالقبق إلى مرك قرآن كوصفه عن لوب برني وسياق يسيا نظم يسيا قابك ياي إعجاز ذي الفهم هاي وهذا آية القرآن هذه الأشياء حتى طلع حسناي وقرآن إن الحديث هاي وقرآن يقول كل فهم يس إلى هوا شو بيد جيسه واللودي ذي الذي لقى بقي اختلاف اشتباه مركب باب أين والله فصحي وكان النبي يقول اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه
علل لبادا لشوحان وحان نبي وديدنا إن لغا مشغول حفظك قرآنك لبقى البيضاتكم ما لها لبقى كتابسكم وذي كرتيد هذا فراقة بضان يفهم بضان عدن هينين هورت بالكنو رسوك قرآنك هلا حفظي هلا برتو هل يقول تكدو مدها كبي يدقو عام يعلمها ها حفظيين هوينك يعرطو ها برتي كذب حديثك مركا كذب هلا قرآن مركا عيدو مسألة علالها مبالو دي موين منع مطلق مجرين علالها مرة دي زوشين وابنان تاي حلقنا وفي آخر حياة رسول عليه الصلاة والسلام ويكالب بحين أحاديث يو قرآن يكالب بحين اكتبوا لأبي شاهن اقرأ والله قرأ قال ولد حل المسلم القرشي فقلت للأوزاعي وحانكور أوزاعي ما قوله اكتب لي يا رسول الله اللي روايه ركمة جرت يقرأ بيري مويري وحي لو قل لها مؤسا شيء مركز شيخ يبا ويد أوزاعي هدان ولد مسلم أهي كوضا اكتب لي يا رسول الله قال وحول أوزاعي هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله خطبة النبي كم مقلي أي ربائن لو قرأ الله قرأ شعابي اسمك عيسي لما يقان هو مشهور بكنيته انه رجل يمني هي ابو شهل الاجري كريم بالغ يقان ما ودا وحش شيء لكن ما سكن حديثك هو حديث ابي هريره وحاصمرت حديث ابي شريح العدوي وحكسي هريي حديثك وكب اللابي وها حديث ابن عباس وانك قوان كذا كقا تحرم كهوشي سي حرمديسا او نسو شيغني أبو شريح ناس نصيده كله أبو هريرة سوق الله جماعة هيو فتوك صابسنا هوش أيضا حدثني إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي عن شيبان عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن كثير الطيادة ثم ريسوي أخبرنا أبو سلمة أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى يقول إن خزاعة ربن خزاع قتلوا وحيد لين رجلا من بني الليث من بكروي من بني الليث أو من هذيلة وقويس كاس ننكاس قاتلك وحد لي خراش ابن أمية الخزاعي بالورنج قاتلك قعنت على مالين كاس وريكتدي تبيي خراش ابن أمية الخزاعي بالورنج ننك الريه ذي اللي قد لي في الجاهلية ديكيس ودبا تاقناي ننك أنا وحال ورنج أحمر الخزاعي أحمر مقتولك وأحمر قاتلك نوا خراش ابن أمية الخزاعي ننك لكن ريه ذي اللي لي أما ريب بني بكر الذي أما ريب بني الليث الذي مجيء سلم الشيء أن خزاعة قتل وحيد رجلا بيدلين من بني الليث عام فتح مكة سنة كم كلا فرطي محيودلين بقتيل منهم أي بمقتول منهم أي مدى يقال قدلوا كتر سنايو أحمر لأورنجري قتلوه ننك يدلين ضمبه ريب بني الليث وهو مشرك أصوغه مشرك رواية أحمد قتلوه وهو مشرك أصوغه مشرك يدلين روايتك لوحي عقدات الفتح على رجل من هذيل فأخبر بذلك وحالوشك رسول الله بحالوشك عليه الصلاة والسلام فركب الراحلة هاشي سيق هذي كسيبه كوري فخطب نبقى خطبيي بعد الظهر بخطبيي فقال وحل إن الله حبس عن مكة الفيل خطبنا مكواتي الدنبيس إلهي مكوحو كحن نبي كور استاغي قوله مرودك هو تسين ديك أضادين ولو ديك مشرك بالله كدقو وسلط عليها رسوله والمؤمنين مؤمنيتي الرسول بإله قصلي ذو فصحي ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي وكذا أنا أحد يقول رأوا بنانان ولن تحل لأحد بعدي أحد أنا يقدم بينه بنانان ما يسون ديك أضادي أما حكد له ألا وإنها أحل لي ساعة من النهار وقت كوبا وبعد الفجر بعد طلوع الشمس الى عصر كايا ان لي فصحي الا وان ساعتي هذه حلق هدان هل ينتاغن هي مالك اللباد فتح مكلف فرطيه حرام اي محرمه عليكم والذين كحرم يدي كداليسا بحق او بباطل لا يقولوا لانه ونكر في سياق النفي والنهي تعم وحلا قصوا الريب كذا المجر لأنه أنا بقولي لم تحل لحد قبله ولن تحل لحد بعدي ما لقى مرملة وأنا فهم الصحابة بلا مخالف لا يخبط لما قرعه شوكها قد أحد لما قرعه خبطه ومرك حولها جيدها أبقى اللقط دادني
هنقول با انتي الله سورو با يا الروحا اما قول دير با لغو قراعا ابقضا يوحا ربتنا تصود داليس قوين اسكبا دايا نبحوه لما قراعي كرو قيدكي قيدكي ذي تاقنا قولو ما قراعي رفان كرو وشاس والله مهدي شي جبين كرتا طيب لا يخبط لما قراعا شوك قيدكي دا قدوحا لما قراعا ولا يعدد لما قوي الشجر قيدكي لما برلو لما تقو ولا يلتقط ساقطتها دعنا مقاضو الا منشد ني يهدنا يميه ومن قتل له قاتل احد كروح لقدله فهو بخير النظرين حق الديدي مقت قصاصته لبد يمتي اورم بوليه ساك لا دورني اما ان يعطى ان ديلسي يعني الدية ان مقلسي واما ان يقاد ان لو قصاصي اهل القتيل واما يقاد ان لو قصاصه اهل القتيل ذلك وحلق ديله اهل كودي قصاص ان لسيو قاتلك لو سو قبطه قال وحور مركز صحابي ابو هريره فجاء رجل من بايمت من اهل اليمن يقال له ابو شاهن ليداده فقال اكتب لي يا رسول الله رسولك لا خذ بنا الله يدغو الله يقر فقال اكتب لابي شاهن فقال رجل من قريش من قريش كترسم وحور ودو عباس ما لو جيداي الا الاذخر النبي قال له جيدها لا تابن كان ان لغونك نغاركي جيد وين با وحد كسو ريبتا اذخرك فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر ادخر كم مويه باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة وحبابها النهي عن حمل السلاح إن لا يسكر يبي هبك إن لقات بمكة بلا حاجة دان لعان إذن ضرورة جرين ونعبس جرين هب إن لقادن كرين قر إن لقادن كرين إن سيف لقادن كرين إن ورن لقادن كرين وكي سيدنا ابن عمر وكول حجاج كو إن كريري دنبي يدبك ودنبه وحاق علي ننك أمضى أمري في حرم الله إن هب لقاته طيب حدثني سلام بن شبيب المسمعي قال حدثنا ابن أعين عفوا وحسن محمد بن أعين الحراني حدثنا معقم بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي نبي قال مغلي صلى الله عليه وسلم يقول أسقوله لا يحل لأحدكم متكن وما بنانه أن يحمل بمكة مكينه كقاته وقوته السلاح هو قوته حيوك ابن حبان أيوه أبو عوانة صوص سارة رواية مركة أحمدنا لقتال بيكو دريس إذن هبك إن لقاته لما أقرمك ضرر إي حاجين وعتبا موية ديك لكم مدى ذكر بحق ولا بباطن حرمة ما لك قد عمها أيوه إذن هدي أحد أمبان قالنا والدين فرح لك قاضي سيكالون بالله حل لسان حلو أسوك الصوبح بنانك إسكياني أما أنت اللي عنا قبتي نفط أي قبتي بناك ويسهب بودي أمبال الراتري بيتك إلهي وإن لقل لح باب جواز دخول مكة بغير إحرام وحبابها إن مكان لقلي كارو أظن عمري حي من صوحران جماعة من السلف والخلف بوحي قبان مكة إن أتقشى ما بنانا أظن مكان حج حران أما عمر حران من غير إحرام مكان لما قلي كارو وحكسر من كلية نينك يتكرر إليها نينك كسر نقض مكة أن كم مرمين سيد قليها حابض قرطوك كلي أما كان عصت ذا وكلي وحكيانه وكلي إيمان تإيمان وبري إيمان وبريدا بإيمان وعاوز وكلي قفك هذا مركز تحج عمره صوحي ولا مدة كريدة وإحرام كي ودب مشغول نغنية لكن نينك مرمر يحل ودمر قاقري ما دمك مسو قلي كرو إلا معتمرا هذا يحل حج تاين حج بصوحي ديك العمر صوحي هي القاس الله مره اذا النبي محمد با سو غلي اصلا ان كسو نقنقن جيرين هي بغير احرام قرمو غلي يوم فتح مكه واتنا حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي وحن يحيى ان يسابور وقتيبه بن سعيد البغلاني اما القعنبي عبد الله ثم اسوق فقال حول قرات على مالك بن انس بن قد الاخري واما قتيبه فقال حدثنا مالك وقال يحيى سوح له واللفظ لهم منها شيء دون اسكا اسكلي قلت لمالك وحنكوري شيوخ المسلم سيء وكل دوي وكل دويين حق تحمل كذي أدوه ذا أيو الربعين والشيخ قلت لمالك وحنقول أحدثك موكوت بي ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك مكة قلت بي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد دخل إنه قال مكة مكة عام الفتح سنة كيف راشدة وعلى رأسه سوى ملحس أسارين هاي مغفر هلمت أما كوفيت بريت مغفر كم من الغفر بلغكين وهو السطر
كذلك الغفران ما دام مغفر كون ماذا حاضر قرني وانت ماذا حاضر تمها أسطوري ساسا مغفر له وهلمت أما وكوفيد بريد لك شدو سيفت إيه ورنك إيه يدي نبرك وقود عيلا إسكاكاد يقول نبي محمد بما كسو قال وعلى رأسه المغفر وهو جميع دقال ومن الترئام بنا بقصو قال مرك وين أوديار قربا أسبابته أوقاته سيومدي سوق ضيته لكن النبي هو وقال نحبا اللي يلي كريم والله يعصمك من الناس انت سودكتي بن آدم سحر سحر يحنون قبطي حق شمويين إن النفط اللي قد قوين كان نبي هو وقال كلا دوانتا نبي والله وعكر عليه الصلاة والسلام وحنون سنكرا سحر كاقوان كرا هرقب كنت كدعا كدعي متكدرا وليبا وإنك حنون عصلا لكن بن آدم كوام حي والله يعصمك من الناس أي من قتله سيدا أنبيد قال قد لولا يأمل لودلي نبي قال له الودلي ما يدعو ذا يدين كفافي بالله طيب لكن مضوا ربا نبي أن يكون دايوت فلما نزعه مركو نبي سيب مغفر كي هلمت كي اسكرد لغي وضاقوا لما ذي أو قريش سديبتي وحكى النبي أمان سيي ونبت قلية هذه لسانة سديبة جاءه رجل بأوي من فقال وحجري ابن خطل نبي الله متعلق وحكود قيها بأستار الكعبة كعبة الداهية هذه مريها هذه بها يستاه ما حانو قصة بيننا فقال اقتلوه نبي قد دلو جري فقال مالك حول نعم ها وإيت بيي إلا إن سؤال بل لو يديه أردك يسي وعود يحيى أحدثك ابن شهاب عن فلان عن فعل الرسول أنه قال كذا قال نعم نعم حتى دوصا لهن سيد الراجح وسمعوي مرادي شيخ وصوك السجود فاهم فهم يوحى للشيخ يا حديث كأحدثك فلان عن فلان كدي من أوكا أمس أوضان الله سيوذو إنه نعم يجب على قصة قضايا لأن قرائن تمشى الله الحالية والمقامية اقتصها إنه شيخ دوس مغفل هاي نويلة هاي صحوي لكن نعم ذاك فعل نعم هدول هذا مر الملا إنه سماعية لكن مركو أمسه قرينة الحال من لقوك كافتو من سماعية سكو خلاف أهل الحديثكو والصواب الاكتفاء بذلك صوابا على خلافهم فيه ابن خطل كاني وانك ديبك بدنا عبد العزى يا عبد الله بن الله شيخ انتم مغيب بن الله شيخ شيخاي من قريش وها هو اسلامي كدبنا هو هجر ديبا بل هاجر الى الرسول مدينه تجي صحابته كمدها واقدم حقوق بيريبا كتبت الوحي يقوليها قران قران امك سود فرق رحسون كاتبها واقدم بصوره سفر مدينه غير بحي يعني مسلم أخذ مين يخادم كيساب يسكت الرعين وحو قدريب وقبان واي وقون صدي سيف ملم للاعي شوف من كبار انت يعني لغو قساس بيرو وعري مكو وعري كد من عوري وابن كان نغضي وحانا من سنة وقالوا ارتد عن الإسلام بعدما أسلم وهاجر وصار من كتبة الوحي وذات فندق أقول درنا موقتين بضرب بعدين شيء مكون مكتة جاي نينك مسلمين تقول نعب أو أفحن أو على كروب النقطة فنان نصم إسلام إسلام بيقول فنان يا فنان يا عود عايا مسلمين تقول هسا أبرام برا أفتك جنة ولا هذا أسوي نعلق بسيطة أصير هيا لو مكون مكتة سوء أذيب وأصقع يدور نين من صواب نقيس لورن جري يلا بدي فنان برمبرو يسي هيسياش ناقها دمر كاها يا عبد الله بن ابي صرح وعثمان اسكويا ين حق النقمده دور نبو وحور نعمانك افرت ايغو حلي حرم ولو دليا ريم ما كذا اني امن باتين كوم جرا من دخل الدار ابي سوف هو امن كوم جرا ددك اللي بنيي انت فصحى اي تاغن لا غوماده كو جرا مركز ugu ogaan xulada loo qabay carada loo qabay kacabada ay ku carroo uu qabsaday nabiga loo soo sheegay kacabada xurmada ay kale inda muslim uu ogyahay fil jahili uu ogyahay xurmada ku badbaadaysa ma badbaadaan ma bariyan baa u soo baxay xuqla ku adiga ku baxaydan ku curaftay bulsaydku ama qoliyo xidha waa loo tiriyay sayidku mala almuhim ninka xamrana u soo baxay nabi wuxuu dila ولو كان متعلقا مسجد كها كجرو ولو مسجد كها كجسي جره كعبدها كدغنا فانه آذى الله والرسول والمؤمنين نكا زغا مركا موت كا غارديه محل شات مروا محي نبي محمد ما كسو غلى وعلى راس المغفر من غير احرام يوم فتح مكه
مكو النبي قلت حنين كسو اللابطي أو هوشي رياضة أي في ثقيف نماطي جعران وكسو عمره يستي لكن ما ننكوري بدون إحرام بوكالي قليها كو خلطمو قليها ييدي قليها ييدي نبي عليه الصلاة والسلام وحود دلي ابن خطل بعدما فصح نماضي يا وحيد دلي الشدان وإليهين حدود وألوه فين كرا مرتك وألوه دلي كرا وين كوص بعضا فصحوها من طلوع الفجر إلى العصر بها نبي مركو أنتم مغفر دورك أوتو كذي عصرنا آن لقارين بالله ابن خطل إنه يقول لقين ياه نصوص تانا عضيس ابن خطل وحقود انتي في الساعة التي أذن فيها الرسول قتل يقتلك الله فصحيبه يا هيد وهي من طلوع الشمس إلى العصر عصر كوي حكدن بيوحور إلا ريخو زعوحا كان وحمد طابن كان أيقون حالي إلا غرحة كان عايز ما طابن كرتا يوحي كدن بيوحمد طابن كرتا واجي كبر يبي ينندي لين أيوا إيه ويقى ديك قبل نبي يقول حكاد يقين واتصامرتين حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى وحور أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاذ بن عمار الدهني الدهني وذا داخل لك الصواب انه الدهني الاخر يو طيب او يهي جلب اما الراس ريب جيلاء او كسو جيدو عن ابي الزبير محمد عن جابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه النبي مكه وقالي وقال قتيبه دخل يوم فتح مكه دخل يوم فتح مكه النبي وقال وعليه عمامه سوداء اصور عمامات مذوقبه بغير احرام حقا نؤوسا حلانا وحج صحنا اي عمر من دبا وفي روايه قتيبه حكيم قال حدثنا ابو الزبير عن جابر اختلاف ودح الشيوخ يسو انه شيخ اذا حديث روح عن سوم مري نبي اما كقالي وعليه وعلى راس المغفر سوى هلمت اما كفيت برد قبه روايه انه حشيخ يسال نبي اما كقالي اسوى قبه عمامات مذو عمامات مذو اسمد دي ديانو هلمت من نبي وقبه عليه الصلاه والسلام هوسنا وحقوق حقوق ضبنيت عمامات اسكي حشينيو برتا عليس كيديو حاجشدي ديو ديد كيديو محو أهمر كذا وهذا بير ماذا حاجشته وإحنا ونكاحين ويكوكل جوين زاد دقال بلقيلي ولا أردي ولا دقال لمي وحاكلوا علماء قرقة إيش يجين هل متكونوا مركو رؤسو قليب وقابي مركو مساد كييمت دقال كذا ما هذا الدور كنا بقود كذي هل متكون إسكسي بي كدي من عمامات مدو أيو ضبطي عمامات داس وتوكو خد بيي وأمد مكو لها لا يكو خد بيو وهذا هو الصواب وحاقل مكو كجرتين لغو خد بين كرو ومساعدة لغو خد بين ولغو محاضرين كرو نركم مدو أضو قبا نركم مدون لحران كرو لابدو يبنائي لك وحفظ بضان خير ثيابكم البياض لك بيت كأياك خير بضان متكم مدو لكن شيء مدو ومدى بأطل دها الليل مدى بأطل دها وي نمك التفاؤل بكوذي حالات دقال حل علوس نواب طبان كنا ومرك يساو دقاقا هيقل مدو نقنية إنو إسلامكم ماشي كدقو أو كبي يردقو أو مكاولي سيدا يهانا وتفاول مدب كمدوب الوا مدب يضا حق أقول راقد بنا حق مدب يضا مكا حق أي ضمانة يا مالين بحياة حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك بن عبد الله النقع بوجه عن عمار الدهني شريك بان إنك كوري متابعين هي جماعة قتيبة جماعة قتيبة حقا نريس جماعة قتيبة وكمدها موجودة عفوا عن ابي الزبير عن جابر عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان النبي دخل مكه دخل يوم فتح مكه يوم كقال عليه عمامه سوداء اسوي عماد مدو نبي ودوبنتاي واقال بمعنى هذه هذا ودح جو لو وارك واد قبتي وي معناه اما واد دوبتيبه اما هل مكي كو سيس اما نبي دبو كحد حدثنا يحيى بن يحيى وهشام بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن مساور ابن سوار ابن عبد الحميد الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي عمرو بن حريث من صغار الصحابة الغتريا وربني مخزوم وقرشيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس النبي أمد أخذ بيواني وعليه عمامة سوداء سوى عمامة مذوقبة أما مكو هل مدكس كاد يجي هوس أغضو بنيت أما أنا بيقول دبو كحدي وحدثنا أبو بكر أبي شيبة والحسن الحلواني حسن بن علي الحلواني عفوا أبو محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن مساور ابن سوار ابن عبد الحميد الوراق قال مساور حوري حدثني وفي رواية الحلوان وحكوي مد قال مساور حوري سمعت جعفر ابن عمرو بن حريث بن مقلي عن أبيه قال كأني أنظر وحد مدينا إيغيو
إلى رسول الله رسولك إلى أن هذا فيرنا يا مودع على المنبر منبر كدوش صارا وعليه عمامة سوداء أسوي عمامة مدوقبة قد أرخى أورا رعيي طرفيها لبدا في ذوت بين كتفيه لبس قرب لحظوظه لبدا في ذوت عمامة مكو نبقوا ضبطي وحق الدنب كسي دايو لبدا قرب أي كرذي ولم يقول أبو بكر نبي شموس أورانين على المنبر لرقبة أسكول أرنائي شيوخ أسكول أرنائي أبو بكر نبي شبي حسن بن علي الحلوان أسكول أرنائي محمد بأسكول أرنائي صومة مركة إنتا على المنبر والرواية دي حلوان وإيماء الرواية دي ابن أبي شيبة وإن إيمان دونتا في كتاب اللباس أيضو فافاسن حكمك عمامات يقابك الله وطبطئيو ذوائبتي إذا حقم يا لغا طور مسادك تالا صومر قربك لغا سوريدي كتاب الله سبحانه وقال دونا إن شاء الله تعالى مركو شنكون أفر بقول كونتن يصدح مكرك حديثك شنكون أفر بقول كونتن يصدح بأنه قال دونا إن شاء الله. باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها مكة هذه لسورة مدينة كورما سلفك حسكو ما نرافين مكة المدينة كيبا فضل بدأ إلا الدقو جماعة وحي من أهل العلم وحيدة هذه مدينة فضل بدأ إلا الدقو مدينة فضل بدأ إلا الدقو لبع علينا الشيخان وحيدة هذه ما كدق التانكيدو حوو مثل فيها نظر كو مركاد ما كدقتو وقرك هو نقطو وتخبطو واقد محاط فوضيساني حرمة هذا قيمة هذه الشرف تبقى وحيكان غن شيء عادي نيروبينا جوكتون بعد مودي إسلي حافظ اللي قد أحتاج انتاي إذن دقانانشيه يقولوا كقلاشادي يكون نغط كهدو كين أيو حرمتي ما كائن أكتادك هو يراتو وقلبك أي كوينان ويدو هذا وحا كين ووسيلة كين سواء معي وإن لجوجي هكا سيلا مرين صدرت وحلقوا ما ما أهل مكة أبعد من مكة ليلة ضدك أغو حرم الدران أغو حرم ير إن لقيمي لقدر كعبة أغو فك ورمكو غالبا علماء الله قال الله شعب قال الله يا بدنكم نن علماء اسقوا اي مد بان ليش كفا اذا ست دو اسقوا احاديث قرن هي ودي كوب عبايسن مويني وها لا يابا ان ارغتو افرتن سنين ما كجون ويغ ان عمره سحقن ان حجين ان بان سارن ان لي 21 سنه جوغي يغ يري 21 سنه واني وانت ارغان ان شيغاي وليغينا مو عمره سنه ما حجين بول عبد القادر محاتري وقاده عبد القادر حسين وحوك يقول نين تدبات تنجر وديك وحان ساري نين بضم بسعود وجوجري عبد القادر هذا ما أنا كلام ما الله سعود وهذا ود بكيب مركة تدبات تنجر وحان ركيب ونكحبال أكتيد الدقون ولي قان عمر ساحقان الحجي حقيقة وي مركة أهل مكة أبعدوا من مكة دقن كمركة دقيس وحكينا يا إنا كعبدو كوي راتو كوي راتو احترام كده كوي راتو أبقرصته فوغيسته وحوين كلنا نقوم ويدو مقالع هذا يكون نقطة مرات السيدة طاي يا اللي دقن بين الجماعة من السلف انت اللي قفوا قادو أو هليل هيا وعلي دو كهاد دادان إمو ورفي عام وركاس وحاكلو يدا كل اللي يدا وحاكلو لو ديذي معاصبات كجلي بن آدم باطاي بعد عك دين ميسد والعصيان في حرم الله أشد من العصيان في الحل ميل ربو فضل بدن يجوب ربو خير بدن ثواب كل قصة ما يعمل كل قصة ما يي برج يخير كل قصة ما يي ميلها كل وكيف عين زوما ها دم بيجا لقو جلنا دم بيجا وكيف درنية مركزه النيروبي دندهو قالا وحكا خاطرسن في حرم الله وبيت الله الحرام ان قدن باب ودا قدر هل كان قدن بابته وحكا علس ما جرو مر هذه دنبيدين خطر ويا دنبنا بنادم سندينين دغن كلا دغ هيانا فوديسي وكينا هي كعبد الله فوديس لا فادي يلادين مدينه هلا ادو ايه
oo Abu Bakar baa kana Umar baa kana wadnaha ku dilay waa dhalaali weliga marka Madiina xurmada inay kugu yaraato way adagta laakiin makaa ka duwanta baraday sida tahay ninki xaram degay Madiina had degay dheen makana ka fogaado ha usu halilo yusdax degid laakiin labaduba waa la degi karaa laakiin waa adkeela lisanun inaan noqotaan min abd min abad annasi min makkah min bayt ilaa al-haram iskeela ali وحباب مدينة فضي هذا يو دعاء النبي نبي الدعاء وكدعاء فيها في الميت بالبركة إلى ينو بركة وكدعاء وبيان تحريمها إن الحرمة لا يضعها مدينة كحرمة مكة إن العدي وتحريم السيدة أغادة دون إن بناين العدي يو شجرة جيدة إن لقره وبيان حدود حرمها أنت حرم كذا حرم كذا حدود سين العدي أنت حرم مدينة رمبا حرم سي إلى أنت أصح حرم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي الدراوردي عفوا عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم الانصاري عن عمي اذيرك عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم نبي الله ابراهيم حرم وحوينه وحرم ممنوع وكدغي مكه مكه وكدغي ودعا لاهلها ددك دغانا وادعيه الله ابريه هل انه سو مري إنان بن آدم ما كحرم وإلهي أو حرمي يوم خلق السماوات والأرض قابك الله جمعين هاي نحرى دين سوهر مريس وما هاي طيب وإني أنغن حرمت المدينة مدينة حرمي آدم إبراهيم ويلكي سأه أبيه يدنينك راعي هذا محب إيه كما حرم إبراهيم مكة ثم إبراهيم ما كحر مدى أمه وشيه بنانك أقول لكي وإني دعوت في ساعيها أنغن الله كبري في ساعيها سوسكي مدينة إلهي نبركيه بدر كي يضل جاي أبورم هيا يعني الرشين كلهم أبرك كي يومدها مد كده سوس كنا دوات قصاعنا ولا بكي ليه لبكي ليه برمله مد كنا ولح بقول جرام قياس لح بقول جرام كوب كوبدن كوبدوب تا ده ده أو بقول جرام لغو دريوي كوبد واشم بقول جرام بقول غدر لح بقول جرام مد وإني دعوت وحنا الله كبري في صعيا سوس كذي ومدها كوبد هذه بمثل ما دعا به إبراهيم إبراهيم وحي أقول دعي مكة الله بن لاب كمان أقول دعي لأهل مكة إبراهيم وحي أقول دعي مكة الله بن لاب كيد بن مدينة أقول دعي صادرت إلى يوم من هذا مدينة حق النورشة يضد كضبع جودة يدين تودة يوانا جودة مدينة مكة وايد أنت دبو فيرية دعاء النبي قال ليش وحدثنيه إذن مدينة إن حرم تهاي والنبي وحرم يبو إذن شيء طيب وحدثني أبو كامل الجحدري فضي بن حسين حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار الأنصاري مولى حفص بنت السيرين أبو إسماعيل بلو يدادا كن يديس وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا خالد بن مخلد البجلي حدثني سليم بن بلال التيمي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث بل عبد الملك المخزومي ومشهور بنسبه حدثنا وهيب بن خالد الباهل كلهم جماعة صدح ذا كلهم نك أهرية أها عبد العزيز المختار يولدك سليمان أها إيه وهيب عن عمرو بن يحيى المازني هو المازني عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد سنة كذا مرة إسناد بكتب إيه أما حديث وهيب صوماها إلا وارسكو قبتاء أنكو كل دوي فكرواية الدراوردي عبد العزيز بن المختار حديث كيس وحولم حديث كي أنكو صوب اللون باب كأو عبد العزيز محمد الدراوردي الدراوردي عفوا بمثل ما دعا به ابراهيم ابراهيم وحي كدعين لبن لابك دعاء لبن لابك هذا انا ومن كدعي واما سليمان بن بلال التيمي وعبد العزيز المختار الانصاري ابو اسماعيل ففي رواياتهم اي وحي كدعي روايته مثل ما دعا به ابراهيم
لمن لاب ميه انتو ابراهيم ما كو دعي ايان انو وانا مدينه ددكيده انت اسكو لو دعي وانا سمناي انتو ابراهيم او دعي ددك ما كدغن او خير وناغا ايان انو ريم ريم مدينه او دعي النبي عليه الصلاه والسلام لكن روايه ضعف لمن لابك هي احاديث بدنتهي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني المضر المصري عن ابن الهاد ابن الهاد ونسبة إلى جده يزيد بن عبد الله ابن أسامة الليث بن الهاد بل هذا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عبد حزم الأنزاري عن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي وولدك على أن سمع عمرو بن عثمان ولد عليوي عثمان بن عفان عن رافع بن خديجة الأنصاري الأوسي قال حر السحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة حرم ممنوعي وإني أنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أحرم وحرم ممنوعي وحرم كدقية ما بين لابتيها لبض الشيلود أنت ودعيس لبض بورود لبض بورود دنك كاء أمد بدو ودا أحمد بدو ودا كلو آله يشيلك وسكوسنا أيو النبي أيو حدك كدقية ما بين لابتيها وبريد هل بريد أفرت بريد بوي وإنه حرم وحان حرم يا ما بين الله يعني يريد المدينة مدينة النبي أجيدة مدينة أجيدة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم المدني التيمي عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أن مروان بن حكم الأموي مروان بن حكم بن أبي العاص وهي أنك مدينة كأهانجري أميركا إن بدن شوقي فقيه بوءا بدع ريب بن أمياء تطابت المويين وأقون دامي حتى واجد دم اللي جد ولا عبد الله بن الزبير يو حرم كودي ذا سك وكوري ساري صدرت بالي ونقل لي حكدي منه عمر بن سعيد الأشدق بالله صدر ودام أن مروان الحكم خطب الناس صدق أخذ بيمال مدينك أخذ بيمين بركب فورة فذكر مكة مكو شقي وأهل عدد كذب كشقي وحرمة يقيمها الذي عند الله ورسوله ولم يذكر موسى شيئا مركو خذ بينه يا مروان لو أميرك ومضى أخذ بينه يا المدينة المدينة مشيقين أم أوجو مركا يدي وأهل أهل كذا وحرمة قيمة يقول هذا شرع الله أكتيه يقول هذا النبي قال أكتيس مشيقين فناداه رافع بن خديج رافع بن خديج بقول له واقعي سوى خطبيني سل الذي عدو كادو كادو جوج فقال وحر ما لي أسمعك محان كون مقلة هيا ذكرت إن أتشكت مكة وأهلها وحرمتها أتشكيش إن أن مكون هيسو يا حرمتها إذا أتكون عيسى محان كون مقلها يا ولم تدخل المدينة وأهلها وحرمتها مدينة أتوكتي يا أهل كيدي حرمتها أنا دون الشيخين معاكو يا لي أقول درا كويس مية وقد حرم رسول الله رسول كان أو النبي أسوء حرمي أو ممنوعي ما بان ما بين لابتيها لابد بورد عنك أنت ولا حيسى وحرم كدقي وذلك النبي التحريم كيسي وقرالك وكقره وشازنا عندنا اقتنضوا يا الله هدان رعب بن خديج اهي في اديم اذين بكو يا الله خولاني يما الله كيري هرقوه يكلف في عين هرقاه وحلوج اعلان جه هرقاه كيما دميله بلا مكي صمايل اللي جوغو هرقاه الريه بلا هرقاه كفي عنا سيف عام بيقول نفكو او قلان ما سانتو اقا ساران هيلي بحنكو اقا ريبان ايو دفنك ايو دحدا بها المرأة موديسو او حاشا بي كيني جنة قولي انا ازوغو خريبا بيكو كينا ايانو او نمان وحقالان جرين مرقا وحويلي وراغ النبي قري عليه الصلاة والسلام حديث كاس وحن لغويا لا في اديم اذين واسان ايا هرق خولاني خولان لما ميلود باي ميل كتالي مغالا ادو دمشقو شام كتالي نوال لورن جري مغالا كتالي يمن نوال لورن جري مدى يمن با عام يا عام ادو عام بحضي مد الشام كنت على إلى تركيا ورغبة باقيمة أو مسلم الخولاني باقيمة وحكيمة وكلة أبو إدريس الخولاني باقيمة رك تابعين وأوين باكسوا الشيء ده ولا يقنا مد الشام لكن تواتي يا مريض إن شئت هذا دون طول وذات كان خطبين يو أقرأتك هو أنكو آخر سين بري وأنكو أنا أكون بري تام كفران كو آخري كلف بانكو دي ديك عليه مدينة كان مغلو فضل قال شرفت المرض كأمس قال وحور الزعير راوي فسكت مروان مروان وأمس اللي سحب أسكلا لا تش على وحنا منا هنا نو مدينه هي مكواس كمد والله وحرم نبي أنا حرمي قرال كانوا ونقوا الناس وكويا كويا لا وراق وراق محوا إدين
خولان ودلكاس لغا كين. ثم قال كذب وحيري قد سمعت بعد ذلك حديث كان النبي محمد بركي وان مقال دم على وقتك وها فال لغا يابا. وحدثنا ابو نبي شيبه وعمر الناقد كلاهما عن ابي احمد الزبيري محمد عبد الله بن الزبير ابي احمد الزبيري قال ابو بكر الحوري في حديث حدثنا محمد عبد الله بن الاسدي وزبيري حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه ابراهيم حم ممنوعي دول كان ودول الهي وحرمه وقيمه ما لو حرمه وامال المسلمين تكدحيسا وبلد امته ان ودخيه مسلم دم با ايمانيا ان النبات غورته لما رب ان النبات غورته او دلائل لا نقطه او سحر نقطه تصحر كدح لما دوني جيد كده ديرته دولكده وان لا الهاليو امته دم با اسكو ايم الى قيام الساعه تاغنانيسا مركه هاوشا سا كجرت إن إبراهيم حرم مكة مكة وحرمه كم من عائل لقوا حد قد بقى من لقوا يمديك لقوا ضادي قيد لا تشروا وإني حرمت المدينة أنا أقول المدينة حرمي ما بين لابتيها أنت أقول حيث لبايا ذا بورود لا يقطع لما قوي عداه وقرع يدا أما قلول كيدا أما صق صق يدا وقيد قد قطعت عليه يا عداها اللي يدا لا يقطع لما قوي عداه وقيد قطعت لما تابطو ولا يساد لما اوغارس سيدو اوغارد لما اوغارس لما اكبر شمبرهيده اوغارد لا اكبر ماي بنانكا كورمكا لبدا شيلود اد دافتو وحد قبسن قبسو. وحدثنا ابو بكر بن شيبه روايتي دا ابو داود مكو حديث كان ورنيه عند ابو داود لبا كون صدن يسغال ولا يخبط ولا يعدد حمى رسول الله ولكن يهش هشا رقيقا مكاد جيد أباهتو أما حون أباهتو أنت الآن قنطلة أتكو قبطة أما هنقول أتقليسو بعد حقوق روحي أبقير إيو علي يرحك أقصو داهتو أنت أولو قلي المدينة طيب لكن إنا جيد كي قراعضو أما أتقلي سلام أقلو اللي نحوليه المدينة جوغي بعالف أباهنكرة رواية عالف كانوا بانقاري دونا إن شاء الله. وحدثنا بكنا بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا نمير محمد حدثنا أبي عبد الله حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري بن عباد حدثنا عامر بن سعد الزهري عن أبي سعد بن وقاص الزهري قال وحر السحابقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم وحان ممنوع كدقة هيا وانحرم كدقة هيا آمنة ما بين لابتي المدينة مدينة لابد أبور أنت ودى حيسة لابد كان والله وقاس قانون سام بلوغ ريشنا وأفرد قيس بلسلي كيسيني مع النبي الله حرم تحريمكم محوية أن يقطع عن ديدي وحان حرمون ممنوعي أن يقطع إن لقويه إذا هو قرع إليه قيله دقض أحد عليه أو يقتل لديله سيده وقال الله وارسده وقال وحن النبي عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون دتك مدينة كقور هاي كهليل هاي إما لك لأصفر هاي هذا يوحق عن الله هاي مدينة أخير بضان إنك مدينة دي كرات دي هذه طيب وبيان دي قد إسلي لوسو أردني المدينة المدينة خير لهم مدينة أخرى بندق لو كانوا يعلمون هذا يحقر الله هاي لا يدعها كما تقول مدينة كما قولوا أحد آدمي رغبة عنها لبسوا لبس ذا أيضا نعو نعي درتين ظروفة يكون وقب سطه وتبر قوي دواجوني لكن أدو تشوك كرو دقران كرا هذا لبسي النعيب نعاد نعيس من الأوقات هبار باكو نعي لا يدعها كما تقول أحد أحد رغبة عنها نعيد أيضا على درته إلا أبدل الله رب كبدل أسقى فيها في المدينة من هو خير منه أحد آخر بدن بإله بوس كاد كبدل أكينية وحل أقيه هو تأيض ولا يثبت ومصق نظر ومقق صدر ومصبر أحد آدمي على لأوائها معلوش يده يوجه الدهاء لبك إن لغرف فادي ودبا ثبتا كدعي ولو قاچوني ولو قبها النبي وقع عليه الصلاة والسلام ابن عمر ما لم فرديا أيا قبره حرم موليه سيبا صومرت حتى ابن عمر روانكم مع السلام مع السلام رفقتك السلام حقا سعطا مالها تولينك كركران دقيو مدينة لو من نولانك روكو بابا نقاچا نقول نمان نفري سويد والوالان تاي وحي أن الله شهداء أنا مالها كر هذيني حقا بحين مدينة ميادا مغى النبي أنه يلي عليه الصلاة والسلام نكي مدينة كل انت شهيد بن أنه قنا ومهراتك عاية ونوشف عقاضية
حدقاقين بور هل كان شوك ولا يثبت وما الصبر أحد آدمي على اللأوائها اللأواء والجوع والشدة ولبك يا الرفاتك حقا نولوش الدنيا اقتصادك يا وجهدها الرفاتك لبك وما الصبر إلا كنت وحنقون إياه له لنك الصبريات كيستي شفيع الإرقائي أو ما سبحان الله نقول يا شهيدا مخاتك وما ضرب ونبكم مخاتك عهايا أشهات عليك يا وشهات لك هسكو خلدنا هذا وما ضرب وما ضرب النبي وكم مخاتك وجينا بك على هؤلاء شهيدا توامع وأشهات على الناس وي إن لك جارسي الرسالة دي وحجد اللي وحق اللي عدي يبو إله نبكم مخاتك عهايا توامع نبي أقوم إن المؤمن تاي أضرم يسي أهل خير أهدوي أشهات لك يوشهات عليك وكل دوانت طيب رين مدينينك مدينة تقصب رجك سيدا كنا في بحية كل انتيا لغو حبالو هدو كل انتو ملك استبهال ملك هبهال جيي نبي أقول الشفيعة قال الشفيعة خاصة وي معايا الشفيعة عام كاهي المذنبين تؤمد عصاد المؤمنون لهم معها واتوك الجونية متك خاصة وي شفاعة المذنبين تجود ولا المسلمين تولا إليه ولا ذاك تا محل غير تاي تيري من خاص كوا هايد وزيادة درجة اللي يقول كرديو دم بقى الغور لافو إن الجنة قرت بغير جكش بغير حساب إن حساب في الغور دي بن هولا خاص وي وشهادة خاصة هي شفاعة خاصة كنت لو حنون قن يا شفيعا إرجعي اللي يجي إرجعي مالك القيامة أو ما سو حنون قن شهيدا أمقاتك أمقاتك عا إنه أهل خير يوم القيامة رواية أبي سعيد الخدري إذا كان مسلما إذا كان مسلما قف كل أمر تكعي أما الله شف في عقائد اللي يجوا كوما أهل توحيده مشركين ما مشركين معها حديث ومتواتر عن جماعة من الصحابة تمن صحابي وأنا بكورس عليه الصلاة والسلام كل وضح كوريين إلا كنت له شفيعا أو شهيدا أو راس متي شك الراوي با ما أود التقسيم كاهد با وحلوا بدينا التقسيم تقسيم من التبع اللوب محايا إلى هذا الشكل راوة أتاي طبن سحابي ونبقى كوري سي هل قابكم يسون ورية حد أبو رلا ورية وحوري جابر ابن عمر أبو سعيد أمهات المقيبة كورية طبن سحابي ورية كل ودنا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما إذا محايته شهاده وللمطيعين هذا أهل خير وآيت وأنكم مقاتلين أهل التوحيد يا أهل خير أهل هذه حقوق هاجة جبنانا وأنكم إرجين هياوي وتقسيم بحسب أحوال الناس شفيعا للمذنبين شهيدا للمطيعين أما هو على سكوت دريو وعلى سكوت دريا الشهادة شفاعة نبو سكوت دريا إنه كو إرجيو كو شفاعة قادو ومع ذلك إيمان كان مقاتلك شعيل النبي قال شعيل شاي أذبلك إذا شعيل شاي أذمسك شعيل شاي سكون نبي الصومة هذا كرة فاتن ويقال شكو قد بتي وحنون كوكو قبطي وكوبا يهوفي وبلاي كوكو دعضي بات صبرتي ما حد كوكو النبي تعالك النبي عليه السلام كو خساري ميست الشفاعة والشهادة والله سبحانه وتعالى أعلم.